قبل بداية الموسم تعددت التكهنات والتوقعات في ظل تواجد العديد من الأندية الطامحة للظفر بتأشيرة الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى، لكن مع مرور الجولات بدأ الجميع يكتشف مفاجأة من صنع شبابين الفكرو وأمل الأربعاء في أول موسم لهما في الرابطة الثانية. الفريقان دخلوا غمار المنافسة بسلسلة من النتائج الإيجابية دون عقدة، مقدمين مستويات لفتت الأنظار أكسبتهم إعجاب الكثير وجعلتهم في مقدمة الترتيب منذ مرحلة الذهاب. إذا كان تألق الشباب والأمل فاجأ الكثير، فإن الوجه الذي كشف عنه الماضي وإصراري على الصعود كان منطقيا بالنظر إلى كونه متعودا على لعب الأدوار الأولى في السنوات الأخيرة، حيث ضيع التأشيرة الموسم الفارط في الجولة الأخيرة بعد التعثر في المحمدية وصعود فريق اتحاد سيدي بلعباس. هذا الثلاثي ظل في مقدمة الترتيب وتعاقب على تداول الريادة معمقا الفارق عن بقية الملاحقين، والمباريات التي جمعتهم وجها لوجه كانت قمة في الإثارة دون أن تحسم الأمور، لأن السسبنس تواصل إلى غاية الجولة الأخيرة لتحديد البطل. ولم تكن استماتة اتحاد البوليدة وطموح ترجي مستغانم عائقا في وجه هذا الثلاثي الذي دخل التاريخ من أوسع الأبواب مانحا لأنصاره فرحة لا مثيل لها.